أسعد الله مساكم مشاهدينا أكيد، وحياكم الله في حلقة متنوعة ومميزة كالعادة من برنامجكم برنامج سيدتي. وزي ما عودناكم نبدأ حلقتنا بأبرز الأخبار. معريب، أهلا وسهلا يا مها. نبدأ حلقتنا بجولة سريعة على أبرز الأخبار. كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن خلال الساعات التي نشر فيها خبر تلقي ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف عن الساعات السابقة، وارتفع عدد المطعمين 3 أضعاف المعدل اليومي. تستعد وزارة الثقافة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج الإقامة الفنية لعام 2021-22. تستهدف الفعالية الفنانين والباحثين والكتاب من داخل المملكة وخارجها للمشاركة في البرنامج الذي سيقام بمدينة جدة التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وذلك من أجل جمع أجيال المبدعين من المواهب الشابة في موقع واحد يوفر بيئة فنية ملهمة. أطلقت وزارة الحج والعمرة منصة الحج والبطاقة الذكية، والتي تهدف لربط العمليات والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وذلك خلال ملتقى مكة الثقافي بدورته المقامة حاليا تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي. تتضمن المنصة إصدار بطاقات تعريفية ذكية لكل حاج تحتوي معلوماته الشخصية والطبية والسكنية، بالإضافة إلى إرشاد الحجاج والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة. أبدت القنصل الأمريكية في الظهران راتشنا كوهن إعجابها الكبير بطبيعة العلا أثناء تجولها في إحدى المناطق بها. خلونا نتابع أبرز ما قالت. السلام عليكم، حياكم الله. هل زرتم طبيعة وتراث شمال المملكة العربية السعودية؟ حيث تحتدي تبوك بأشجار زيتون وعناب وأول سكك حديدية في المملكة، حيث كانت تتناقل الحجاج من وإلى مكة. وعلولة؟ يا الله، كم يعجز التعبير في وصف الطبيعة الساحرة والتاريخ الأثري في محافظة علولة ومدائن صالح. يا أهل شمال، شكرا على كرمكم. مع السلامة. أصدر قاضي محكمة في بريطانيا حكما بسجن مواطنة 5 أشهر بعد ادعائها إصابتها بالسرطان لجمع تبرعات لإقامة حفل الزفاف الذي تحلم به، حيث قالت لأصدقائها إنها لم يبقى أمامها سوى 2 شهر لتعيشهما، وحلقت شعر رأسها بالكامل لتقنعهم، مما جعلهم يتبرعون لها بحوالي 8500 جنيه استرليني. عثر علماء من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية على زهرة تعود لعصر الديناصورات، إذ تجمدت مع مرور الزمن ليتم اكتشافها محفوظة داخل قشرة شجرة استوائية. ورغم صغر الحجم إلا أن التفاصيل المتبقية في الزهرة ما زالت واضحة. اختراع ملصق ذكي من صناعة شركة للحوم يابانية يحد من الغش ويساعد في معرفة تاريخ الصلاحية عن طريق رائحة اللحم، وعند انتهاء الصلاحية يتغير اللون ولا يمكن قراءة الباركود ويصبح غير قابل للبيع. فقرات سيدتي ما زالت مستمرة، ولا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي، أراءكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. انتظروا المزيد ولكن بعد الفاصل.